والسلام عليكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. قبل ما نبدأ بس في موضوع الفيديو، يا ريت توصلوا الفيديو ده ايه ل50 لايك، ما بقالناش كتير على ال1000 مشترك. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، لو عندك رأي قوله تحت في الكومنتات، ويلا بينا في موضوع الفيديو. في الفيديو اللي فات كنت اتكلمت معاكم عن تحديثات كانفا برو بالذكاء الاصطناعي اللي طورت من كانفا وحدثته جدا. في فيديو النهارده بقى انا جايب لك بديل لكانفا برو. لو لسه ما شفتش الفيديو بتاع كانفا بالمناسبه هسيبه لك في الاي اللي فوق او في اول تعليق. بديل مجاني تماما وقوي جدا وبيشتغل بنسبه كبيره بقى على الذكاء الاصطناعي. يعني كانفا انت ممكن لسه تعمل تصميم من الصفر او غيره، وده بيعتمد بنسبه كبيره على الذكاء الاصطناعي. وموقع النهارده اللي هنستخدمه في الشرح هو موقع مايكروسوفت ديزاينر. زي ما انتم شايفين دي واجهه الموقع كده وهو بيحمل معانا كده. الموقع فتح زي ما انتم شايفين، دي الواجهه بتاعته. للاسف من العيوب اللي في الموقع ده انه هو اولا ما بيدعمش اللغه العربيه، يعني ده مش عيب صعب، يعني ممكن بجوجل ترجمه او جوجل ترانسليشن يعني تقدر تتعامل معاه. تاني حاجه ان هو بقائمه انتظار، يعني انت لازم تروح تملى ابلكيشن كده وتستنى فتره لحد ما مايكروسوفت تبعت لك ايميل بان انت توافق عليك ان انت تستخدم التطبيق ده ولا لا. بس هو الشيء بالشيء يذكر. اولا خلينا نكتشف مع بعض الموقع ده. من هنا بتكتب الامر اللي انت عايزه. خلينا نقول ايه مثلا، زي ما شايفين الشباب، قلت له اكتب لي اعمل لي لوجو لقناه يوتيوب متخصصه في الجيمنج. نقول له جنريت. هنستنى مع بعض ثواني، هو مش هياخد وقت. متنساش بقى وانت في الوقت ده منتظر اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. او كده خلص يا شباب. زي ما انتم شايفين يعني لوجوهات جميله جدا ومتعدده جدا، تقدر تستخدم منهم اللي انت عايزه. في ناس هتقول لي يا زياد ده مش مقاس لوجو، هقول لك ده بيعمل لك كل حاجه. احنا مش محدد له مقاس معين، يعني هو عامله لك بقى مستطيل، عامله لك مربع، عامله لك اللي هو السكوير الصغير خالص بقى مقاس الانستجرام وخلافه. طيب انا حابب اللوجو يطلع لي بشكل معين، بتيجي هنا عند خانه سايز وبتختار المقاس وبعدين بتكتب الامر وبعدين بيطلع لك التصميم اللي انت عايزه. بالمناسبه التصميم ده مش وحش. المهم لو جيت هنا عند جنريت ايمج بالشكل ده هيطلع لك حاجة زي ميد جيرني بالظبط، تكست تو ايمج. لو كتبت له أي نص هيطلعه لك صورة. يعني مثلا خلينا نكتب له هنا ايه، كار، ونقول له كده جنريت. هننتظر ثواني برضو، ثواني كده يا شباب. زي ما انتم شايفين يا شباب النتائج طلعت عاملة ازاي. لو جيت تدوس على سيلكت من، لو اخترت صورة من دول تقدر تدوس على سيلكت من هنا. ممكن بقى كده بقى هو ضافها لك للعنصر اللي انت عايزه. يعني انت مثلا قلت له انا عايز لوجو لقناة يوتيوب وضفت له عنصر العربية ده، بص هو دخله لك في اللوجو. يعني حاجة جميلة جدا الصراحة. زي ما انتم شايفين يعني لوجوهات كتير جدا تقدر تستخدمها وتقدر تعدل عليها، وده هنجيله بعدين. طيب انا عجبني اللوجو ده مثلا اهو كده وعايز اعدله او احمله، ولو عايز تحمله على طول تدوس ان هنا داونلود هينزل معاك. لو عايز تعدل عليه بتقول كاستمايز ديزاين. زي ما انتم شايفين يا شباب هيفتح معاك الصفحه دي. من هنا انت بتقدر تغير كل حاجه في اللوجو لو انت مش عايزها عن طريق الاوبشنات دي. اول حاجه تقدر تشيل الخلفيه، اول حاجه تقدر وكمان تستبدل الخلفيه، يعني لو حبيت تحط صوره مكان صوره وكده. من هنا كروب لو حبيت لو حبيت تقص جزء من انت مش عايزه في الصوره. هنا افكتات تقدر تضيف تاثيرات على الصوره، او مثلا لو هي ضبابيه شويتين تعمل تزيلها، لو هي فيها خلفيه مش عاجباك تقدر تشيلها، لو هي فيها جزء انت مش عايزه تقدر تشيله. يعني خلينا نجرب مع بعض، خلينا نقول اريز، او خلينا مثلا نمسح المرايه دي كده واقول له اريز اوبجكت بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين يا شباب ما خدش معايا وقت خالص وكان الجزء اتمسح. في كمان الريموف باك جراوند يقدر يزيل لك الخلفيه. كيب اديتنج اهو زي ما انتم شايفين يا شباب زال الخلفيه. طيب مثلا انا عامل صوره او انا متصور صوره او عامل تصميم عايز اعمل خلفيه ضبابيه، بتيجي من هنا برضو. ثواني هتكون عملها لك اهو. لو تلاحظوا الخلفيه كانت ضبابيه بقت ضبابيه اكتر. لو تلاحظوا من هنا
في افكار مختلفه بقى. يعني انت عملت التصميم ده، هو في الناحيه التانيه في ناحيه ايدياز ديت عمل لك شويه افكار جديده ممكن تنفعك، ممكن تعجبك، ممكن تعمل عليها التصميم بتاعك زي ما شايفين. لا التصميم ده عجبني مثلا، انا هختاره. طيب احنا عملنا كده التصميم وعدلناه وحذفنا منه اجزاء، ايه تاني نقدر نعمله؟ لا نقدر نعمل حاجات كتير. من خانة التمبلت دي لو فتحناها هيظهر لك تصميمات انت تقدر تاخدها تستعملها، يعني نفس فكرة كانفا بالظبط، بس للأسف يعني الميزة دي كانفا بيديها بعلامة مائية لأن كانفا مش مجاني 100%، لكن ده بيخليك تعملها تقريبا بشكل مجاني تماما ومفيش علامة مائية، بس عيبه زي ما قلت قائمة الانتظار. أنا أخدت 3 أسابيع تقريبا عشان أقدر أستخدم السيستم ده الصراحة. دي كده كل التصميمات اللي انت تقدر تستعملها. لو حبيت تضيف افكتات او حاجات زيادة على الصورة من خانة ميديا تقدر تدوس عليها وترفع الصور اللي انت عايزها من هنا او من على الكمبيوتر بتاعك او من درايف. في هنا فيجوالز او البصريات من هنا يعني، وده اوبشن حبيته اوي. تقدر تضيف صورة، يعني لو الصورة دي مش عاجباك مثلا تقول تختار دي كده. لو جيت تكليك عليها ممكن تختار ريبليس، سوري تختار سيت از باك جراوند وتقول لها كده. زي ما انتوا شايفين يا شباب الصورة اللي انت اخترتها بدأ يحطها لك في تصميمات تانية كتير في خانة الأفكار، بحيث ان ممكن فكرة منهم تعجبك وتستبدل الفكرة الأصلية. يعني بصراحة شباب موقع إبداع وبيساعدك على الإبداع والتطوير. لا ده بقى عجبني أكتر التصميم ده، خلينا نختاره بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. حمل معايا. طيب مثلا أنا الخط ده مش عجبني الصراحة من خانة التكست، زي ما انتوا شايفين كده كل أشكال الخطوط وأنواعها، يعني للأسف مفهوش لغة عربية زي ما قلنا. تقدر تختار اللي انت عايزه، خلينا نختار مثلا البولد التخين شوية ده. من هنا بقى انت تقدر تغير حاجات كتير. اولا تقدر تغير نوع الخط لو عايز نوع مختلف من الخطوط، لون الخط لو انت عايز تغيره، لو عايزه يعني بولد او سميك او تخين من هنا، لو عايزه ايتاليك مايل، لو عايزه اندرلاين تحت منه خط. واعتقد الاوباسيتي دي الشفافية، والباقي بقى انتوا استكشفوه مش هقولكم كل حاجة طبعا. خلينا نشوف بقى براند كيت. من الاختيار ده انت بتختار وبتغير الوان التصميم كلها، يعني مثلا خلينا نختار التصميم اللون باليتة الالوان دي. زي ما انتم شايفين الالوان اتغيرت او اعاد تغيير الالوان، تقدر تعدل من هنا برضو. لا اللي عاجبني اكتر ان انت كل ما تعدل حاجة في التصميم في خانة ايدياس بتتعدل معاك وبتتطور معاك، بحيث ان هي ايه يعني تديك افكار تخليك يعني شوف التصميم ده عاجبني، لا ده فيه مش عارف ايه، لا ده مش عارف ايه. وفيها يعني زي ما شايفين كده الالوان اتغيرت والخط اتغير كمان. طيب كده انا شايف ان التصميم ده عجبني الصراحة وانا عايزه على كده. بتيجي هنا في الاخر عند خانة داونلود، مش عارف ايه، ريموف ووتر مارك، هتقول له مفيش مشكلة وبتقول له داونلود، هيقولك تشترك، هنقول له لا يا عم كتر خيرك، هنفتحه بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين يا شباب ده التصميم كده خلص معايا. تقدر بقى تعمل بوستات سوشيال ميديا، تقدر تعمل اي حاجة، وكل ده زي ما انتوا فاكرين بدأنا بالذكاء الاصطناعي. طيب الكلام ده لو انا عايز اصمم من الصفر باستخدام الذكاء الاصطناعي. طب لو انا مش عايز الذكاء الاصطناعي يساعدني، انا عايز اعمل التصميم بتاعي من الصفر، يعني انا عايز اخش الموقع ما ادخلش بقى واكتب برومبت ومش هكتب برومبت والحاجات دي كلها، هتيجي هنا عند الاكس دي وتمسحها. زي ما شايفين هو خدك على الصفحة بتاعت الديزاينات على طول كده، انت بقيت زي كانفا بس زي ما قلت قبل كده مجانا واحسن من كانفا. يعني تقدر بقى تعمل التصميم اللي انت عايزه وتقدر تعمله بالمقاس اللي انت عايزه. وبس كده يا شباب، ده كان موضوع فيديو النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، لان بجد بجد يعني عايزين نوصل 1000 مشترك. عايز احس ان اللي بعمله ده له قيمة، وعايز احس بدعمكم للقناة وليا. سلام عليكم.